اتجوزت زاخر. يعني طبعا خيريه دي مدام عندكم بنوته بنوتين دلوقتي ما شاء الله خليجه وكنزي ما شاء الله. احكي لي بقى التعارف جه ازاي مع خيريه؟ بالصدفه برضو كنا في شرم الشيخ وكان في تجمع اصدقاء ليا كانوا موجودين هناك وكنت انا رايح معاهم وفي نفس الوقت كان في تجمع في ترابيزه تانية في مكان تاني انا كنت قاعد في كافيه لقيت ايهاب توفيق ومراته وناس ولقاء الخميسي واصدقاء لينا موجودين فروحت اسلم وهي صديقه طبعا للاسماء اللي انا قلتها دي يعني تعرف ايهاب ومراته وتعرف لقاء كويس جدا وصديقه ليها والباقي كلنا يعني كلهم كانوا شله واحده فروحت اسلم على اصدقائي الفنانين وفي نفس الوقت سلمت على خيري بس كده من ساعتها بقى. لا احكي لي اللي حصل تتفرج علينا دلوقتي وسمعانا. هي صحيح عارفه القصه انا هنقول للناس بقى. هي سلمت عليا بطريقه شويه يعني متحفظه بزياده وما ادتنيش اي اهتمام. فاكر نفسك حلو بقى يعني وفنان وطويل وبتاع. وده كان لذيذ بالنسبه لي بصراحه انا يعني حبيت فيها ده. وكنت احبها اكتر لو كانت رحبت برضه يعني ما كنتش هقول لا على فكره. فالمهم خلاص خلص الموضوع بعد ما رجعت على الترابيزه بتاعت صحابي رحت باعت بقى على البي بي ام بقى للقاء مين اخبار وانا مبسوط ان انا شفتك وساعتها كانت حامل حبيبتي ومش عارف ايه مبروك ومين بقى اللي معاكوا دي عشان اتكلمت عليا بطريقه غريبه شويه فقالت لي بنوته لذيذه صاحبتنا ونعرفها وبنت ناس وكذا كذا بالصدفه بعد شهر كان في عيد ميلاد لصديقه ليا وكانت صديقه مشتركه برضه ايوه هو اللقاء التاني ده ده اللقاء التاني فلما شفتها قلت لها ازيك عامله ايه مشيتي سلمتي عليا في شرم الشيخ بتناكة وكده قالت لي معلش ما اعرفكش كده وقعدنا اتكلم لما اتكلمنا هنا بدا يبقى في انجذاب يعني انا بصراحه عجبت بيها جدا طريقه تفكيرها وطريقه كلامها وطريقه تعاملها مع الناس اللي حواليها وبعدين بدات انا بقى لازن يعني طب هتكوني فين بكره طب ماشي ممكن اجي اسلم عليكي كده وامشي طب انت عندك تصوير بكره فين في الحته الفلانيه طيب تمام جود لك فبقى في استضافه لغايه بقى ما الحمد لله وقعتها في شباكي حصل. طب الخلفه بقى والبنات كان احساس عامل ازاي انك بقى عندك بنوتين كده الحمد لله يعني الحمد لله هم بداوا يسمعوك ويتفرجوا عليك طبعاً ويستوعبوا طبعا دلوقتي لا عارفين وبيتفرجوا على كل حاجه بعملها وعندي بنتي ما شاء الله خديجه الكبيره اللي ان شاء الله هتكمل 7 سنين ما شاء الله شهر 9 صوتها جميل جدا بتغني وبتغني صح قوي وتوناليتي مظبوط وتيمبو مظبوط ما عندهاش اي مشاكل ما شاء الله يعني انت ممكن تطلع مطربه ممكن لو هي حبت وانا في الفتره اللي جايه دي هحاول ان انا كمان ادعم الموضوع ده احاول ان انا اديها دروس في الموسيقى اجيب حد يعلمها بيانو يعلمها جيتار يدوها بوكاليز يعني مواد تغني صح برضو بشكل جيد فما عنديش بيخافوا من مين اكتر منك ولا من لا يعني لو مين بقى هقول لمين يعني لا انا عارف اقول لمامي ولا اقول لبابي يعني لا هو انا بالنسبه لهم يمكن البعبع شويه مش عشان حاجة أنا ببقى شوية حريص وببقى خايف عليهم بخاف عليهم وببقى شوية عصبي شوية يعني مش بزعق بس ممكن أتكلم بحدة وهم يا حبايبي لما بيلاقوني بعمل كده روحوا للحنين طبعا بيجروا على مامتهم وأنا اللي في الآخر ببقى الوحش أنت نوتي بس لا بس الحمد لله يعني هم متربين كويس قوي الحمد لله وربنا إن شاء الله يكرمنا ويعيننا على تربيتهم الفترة اللي جاية